ربما التقصير في شأنهم. تسمح لي بأمر قبل أن نبدأ بالأسئلة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني ونحن نشاهد ما يجري لإخواننا في سوريا من قصف دام وأذى بالغ من ألوان البطش الذي لم يشهد مثله في القريب الحاضر. أذكرهم بحق الإيمان الذي جعله الله تعالى ثابتا للمؤمنين أينما كانوا حيثما كانوا، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة تقتضي الشعور بالمصاب والتألم لما يجري لإخواننا من بطش يفوق الوصف، تعجز الألسن ويكل البيان عن إدراك وتوصيف الواقع. الصور تتحدث عن جزء من حجم المعاناة، لأن ما يتسرب من الصور هو شيء يسير، وراءه مآس لم تصل إليها كاميرات المصورين ولا عدسات المتابعين. أقول الشعور بمصابهم جزء من حقهم علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الرابطة الإيمانية التي تكون بين المؤمنين: مثل المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ومعنى يشد بعضه بعضا أي يقوي بعضه بعضا. إخواننا بحاجة إلى الشعور بمصابهم أولا، وبذل الممكن في نصرتهم من الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل والحديث عن قضيتهم التي طال فيها البلاء واشتدت فيها المعاناة على وجه يشعر الإنسان بالمصاب. لكن في كل الأحوال ينبغي للمؤمن ألا يعجز عن الدعاء، فإن الدعاء سلاح استعمله الأنبياء في الكربات والمصائب، فكان من الله الفرج. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تقول دعوت وندعو ولم يجب، لا أبدا، لا يمكن لداع صادق أن يطرق باب الله عز وجل ويرجع خائبا. فإن الله عز وجل إما أن يجيب الدعوة وإما أن يصرف عنك وعن من دعوت لهم من الشر مثل ما دعوت، وإما أن يدخرها لكم في الآخرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلا أن الله تكفل بوعدين، والله لا يخلف الميعاد. الميعاد الأول الله تعالى قد قال في محكم كتابه: ادعوني أستجب لكم. وقد قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ونحن في ضرورة الحقيقة، حتى الذين لم يصابوا بالبراميل المتفجرة والبلاء النازل هم مصابون في ضرورة، لأنه عندما تضيق بك السبل ولا تجد مناصا ولا طريقا لرفع البلاء عن إخوانك، أنت في ضرورة. ولذلك قل: يا الله، فضلا عن أولئك المصابين الذين أصيبوا بما أصيبوا من بلاء ونكبة كبرى. الأمر الثاني الذي وعد الله تعالى والله لا يخلف الميعاد أنه يجيب دعوة المضطر. قال النبي: يجيب دعوة المظلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين في بعث معاذ إلى اليمن، قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك هؤلاء مظلومون فيما نزل بهم من بلاء عظيم وكربة شديدة وبطش غاشم، فأوصيهم بالدعاء وأوصي بالدعاء لهم، فإن الله لا يخلف الميعاد. قد يقول قائل: يعني أنتم ما عندكم إلا الدعاء. نقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا كان هذا هو المستطاع فلا يجوز لنا أن نبخل به وألا نهون منه، فإن الدعاء أعظم سلاح يقابل به المؤمن البلاء. اللهم افرج لإخواننا وعجل لهم بنصر عاجل تقر به أعينهم ويأمنون به على أنفسهم وأموالهم ويسكنون به إلى رحمتك، وينقش عنهم هذا الظلم والبلاء الكبير. والله على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد عليه الصلاة